جيش سوري الحر يقوم بالتحالي ابتهاجا على النصر الذي أحرزه شبابنا في الريف الحمصي وجوبر وكفرعية والشومارية وباب عمر. يعني الهاوي الكواهون وضربهم هلا بدكم سبحوا بالحق. تعالوا قبل انت الشباب. الله اكبر الله اكبر. الله يحميك يا عم. هذه هي الأسلحة التي يستخدمها الجيش السوري الحر من أجل عملية فك الحصار على حمص وتحرير هذه المدينة التي بقيت ترزح تحت الاحتلال منذ أكثر من 10 أشهر وحتى الآن. شباب بدنا ناخذ البيت.